عندما دقت الساعة 8:15 في 6 أغسطس عام 1945، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق أول قنبلة نووية على مدينة هيروشيما اليابانية. في الفترة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، تعرضت مدينة هيروشيما لهجوم نووي من الولايات المتحدة بسبب رفض الإمبراطورية اليابانية تنفيذ أوامر مؤتمر بوتسدام، وكان نصه أن تستسلم اليابان استسلاماً كاملاً بدون أي شروط، ولكن رئيس الوزراء الياباني رفض أوامر مؤتمر بوتسدام وتجاهل المهلة التي حددتها الولايات المتحدة. لذلك قامت الولايات المتحدة بإطلاق قنبلة الولد الصغير على مدينة هيروشيما في 6 أغسطس، ثم قامت بإطلاق قنبلة الرجل البدين على مدينة ناجازاكي بعدها بثلاثة أيام. في سبتمبر 1939 بدأت الحرب العالمية الثانية، أكبر حرب في التاريخ، وشارك فيها أكثر من 100 مليون جندي من أنحاء العالم كله، وانقسم العالم إلى فريقين. الطرف الأول عرف بقوات المحور بقيادة ألمانيا وإيطاليا واليابان، والطرف الثاني عرف بقوات الحلفاء بقيادة فرنسا وبريطانيا وأمريكا والاتحاد السوفيتي. في عام 1941 قامت اليابان بالهجوم على ميناء بيل هاربر في المحيط الهادئ، وكان أكبر خطأ قامت به اليابان في الحرب. وفي أغسطس 1942 قرر الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت أن يبدأ مشروع لتصنيع القنبلة النووية، وعرف باسم مشروع منهاتن، وكان يضم أكثر من 100,000 عالم من اختصاصات وبلاد مختلفة تحت إشراف الفيزيائي روبرت أوبنهايمر. وكان يقع مشروع منهاتن في مكان سري بالتحديد في لوس ألاموس في ولاية نيو مكسيكو. وكانت فكرة القنبلة النووية تعتمد على عملية الانشطار النووي، والانشطار النووي هي عملية تحدث عند استهداف نواهي عنصر ثقيل مثل اليورانيوم والبلوتونيوم بنيوترونات، حتى تنقسم وتفقد النواة استقرارها وتنشطر نصفين، ويؤدي الانشطار إلى توليد كم طاقة هائلة، ويمكن تحويلها من تفاعلات متسلسلة إلى قنبلة. وبالفعل نجح العلماء في تصنيع أول قنبلة نووية في التاريخ، وفي 16 يوليو 1945 في تمام الساعة 5:30 صباحاً تم تجربة أول قنبلة نووية على أرض الواقع في صحراء نيو مكسيكو، وأطلق عليه اختبار تيرينيتي. وشعر جميع العلماء بالصدمة بسبب الكارثة التي سببتها القنبلة النووية، وقال روبرت أوبنهايمر قوله الشهير: وفي 6 أغسطس قامت الولايات المتحدة بإطلاق أول قنبلة نووية على مدينة هيروشيما التي تسببت في وفاة أكثر من 140,000 شخص، وبعدها بثلاثة أيام قامت بإطلاق القنبلة الثانية على مدينة ناكازاكي التي تسببت في وفاة أكثر من 80,000 مواطن، وبعدها بستة أيام بالتحديد في 15 أغسطس أعلن الإمبراطور الياباني هيروهيتو استسلامه، وبذلك انتهت الحرب العالمية الثانية.